اوكي شباب، نحن بنلعب هلا chess.com، بنلعب شيء اسمه بازل رش سيرفايفل، يعني بضلك تلعب لحتى بتخسر 3 مرات وبالتالي بتطلع. هلا صرنا ربحانين 9 وهلا عم نلعب بال10 ونشوف شو بصير. اذا في عندي قلعة هيك رايحة، في عندي ممكن الوزير ينزل لهون، واذا نزل الوزير لهون مكشن الملك راح لجوا. هلا بدي ضحي بالوزير تبعي مشان انزل بالقلعة لهون وكش مات. هلا هاي بازل تانية رقم 10، هلا وصلنا وايت تو موف، الابيض لازم يلعب. نحن عنا هذا الوزير هذا الملك، اذا جبنا الوزير تبعنا لهون مات الملك. تعال نجرب، مات الملك. طيب هلا لعب الاسود مثل هدد الوزير، هدد الفيل تبعنا هون، بس فتح بالنسبة لنا انه نكش الملك. الملك ما بيقدر لا يروح لهون ولا يروح لهون، ليش؟ لانه في الحصان تبعنا مغطي هاي ومغطي هاي. لنشوف شو بيساوي. كش ملك، وبالتالي اضطر انه يروح على اليمين، وهلا اذا نزلنا لهون كش ملك مات. هلا هاي بزر رقم 12 وايت تو موف. عنا هون بيادق، هاي القلعة ممكن تهدد الملك. هلا صارت مهددة بهي الطريقة. فينا نساوي انه نحنا ناكل القلعة، هو بياكل القلعة، بناكل الفيل ونطلع وزير. هاي راح ناكل القلعة، نزل لتحت ما فينا ناكله. فاللي فينا نساويه هو انه ننزل لتحت. اكل هو القلعة، اكلنا بالبيضة، طلع وزير هو، نحنا بناكل الوزير ونكمل او بنفوز فيها. هلا بلاك تو موف، ظهرنا نحن بلاك. اذا ملاحظين في عندي قلعة رايحة لهون، اذا انا اكلت هون كش ملك مات مباشرة، والخطأ اللي هو وقع فيه انه هو طلع لعندي لهون كش ملك مات. طيب هلا الرقم 14، بزر رقم 14، بلاك تو موف، نحن البلاك، نحن عنا بيضة هون ممكن يطلع للاخير. اذا عملت انا هاي القلعة هون وحط جبتها لهون، فهو مضطر انه ياكلني، انا باكله بالبيضة وصار فيني طلع الوزير تبعي. كش جاب هاي هو لهون، فيني انا اقرب هذا لهون، هو بعد هذا لهون، باكل انا وبطلع بجيب الوزير تبعي. طيب في عنا الفيل، هاد كان موجود هون، رجع لهون مشان يهدد لي الوزير تبعي ومحمي من الوزير تبعه. نحنا بدنا نحاول انه نفهم هاي البازل شو بدهم منها. انا فيني اكل الفيل تبعه بهاد، هو بياكل بهاد، ما بنستفيد شي. طيب اذا هو اذا انا اكلت بهاد، اكل بهاد، اكلت بهاد، اكل بهاد، ما استفدنا شي، ضل الوزير تبعه موجود. شو الحل؟ الحل نهرب، ما فينا نهرب، بدنا نساوي شيء. احنا ما فينا نهدد الملك تقريبا بهذا الموضوع. نجرب هيك، اكل بالوزير، اوكي لو اكل بالحصان كانت المشكلة، بس هلا فينا ناكله نضحي فيه. اوكي دوري، فيني هدد هاي، فيني اكل هذا. هلا الملك تبعه هون وانا الوزير تبعي هون، اذا جبنا الوزير تبعنا لهون بيقدر يطلع لهون، بس اذا جبنا القلعة تبعنا لهون يكون كش ملك مات. ما بتعرف اذا جبنا القلعة لهون ما في شي حامية، ما في شي. اوكي طيب هلا عنا الوزير معه فيل ممكن يطلعوا لهون، نزل بالحصان تبعه وهدد لي الوزير. انا فيني اكل هاد وهدد الملك من محلين، من الحصان ومن
ومن الوزير، فهو عنده خيارين، ما عنده غير خيار إنه يهرب، بما إنه الحصان هون فهو لازم يهرب لهون، وأنا بنزل الوزير لهون لنشوف. تمام. هلا البازل رقم 18، إذا بنيجي من هون هلا بلاك تو موف، نحن البلاك خلينا نروح باتجاه البلاك، نحن بلاك، في عنا وزير، في عنا في رايح لهون. أنا إذا طلعت هذا لهون بكش، هو مضطر إنه يعمل يروح لهون. أنا بقدر أنزل لتحت، يا ترى بنزل بكشه بالفيل يروح لهون. طيب كشه بالفيل من هون، ومضطر يروح لهون، بنزل بالوزير تبعي لتحت، باكله الوزير تبعه، الوزير تبعه محمي، إلا إذا هذا بده يروح لهون إجباري. تعال نشوف، كش ملك، كش ملك، كش ملك. خسرنا، شايفين لاحظتوا؟ هلا نرجع نشوف ليش خسرنا. طيب على كل الأحوال أنا عندي white to move، يعني أنا الأبيض وعنده الملك هون. إذا أنا نزلت لتحت لهون شو اللي بيضرني؟ ما بضرني حدا. شو اللي مغطي هون؟ شو اللي مغطي هون؟ ما في حدا مغطي هون، مش ملك مات. أوكي خلينا ناخد هلأ هاد، فينا ناكل القلعة، بياكل بالوزير، بنزل لهون، بيطلع الوزير لفوق، بناكل هوا. طيب إذا لعبنا هذا هون فاضطر يفوت لجوا، اضطر يفوت لجوا. طيب إذا هلأ أكلنا القلعة، بياكل بالوزير، ما استفدنا شي. إذا هلأ أكلنا، طيب إذا الوزير فات لهون، هذا فات لهون، ما عندي بيقدر ياكله بهذا أو بيقدر ياكله بهذا. طيب إذا الوزير فات، شو بيساوي الوزير؟ هات نشوف. إذا الفيل طلع لهون، ممكن آكل الحصان. أوكي هلا بنزل باكل القلعة، فهو ما عنده خيار غير انه ياكل بالوزير، وبالتالي الحصان بطل محمي، ففيني اكل الحصان، بالتالي كسبت حصان. اوكي هذا هو اللعبة. تمام. طيب بلاك تو موف، هذا البلاك عندي قلعة، فيلين وحصان، عندي ملك هون، وهذا قرب لهون مشان يطلع وزير. طيب شو فينا نعمل؟ إذا نزلت هذا لهون كشيت الملك بيقتلني. طيب إذا طلعت بهذا هيك بياكل لي القلعة تبعي، إذا هذا أكلنا البيضة هو بياكل القلعة تبعي، والقلعة أوريدي محمية بهذا الفيل. طيب عندي هذا الفيل، إذا هذا الفيل جبته لهون وأوريدي نزل هذا هيك. طيب إذا أنا بدي آكل هاد، والخيار المنطقي طبعا إنه ياكل هاي. طيب إذا كشيت الملك أنا من هون بيقدر ينزل من تحت؟ لا ما بيقدر ينزل من تحت، فبده يروح، إذا كشيته من هون بده يروح على هدول المحلات. هذا الأبيض كله مغطى، فهو بده يروح باتجاه يا الأسود هاد يا الأسود هاد. إذا راح على هذا الأسود، هات لنشوف، راح على هذا الأسود، وهذا الأسود ممكن نجيب الفيل نحطه هون، وبالتالي صار هذا الفيل مغطي كل هاد، هاد الحصان مغطي هون، إجا هذا الأسود قشه، فهو حتى لهون ما بيقدر ينزل، اضطرنا يغطيه بالفيل تبعه. إذا أكلنا الفيل مات. أوكي
إذن 21 بازل صرنا حالين. هلأ ال white to move, white to move. أنا white. حط القلعة. عنده قلعتين وعنده حصان. عنده قلعتين هون وعنده حصان. أنا عندي فيل. إذا أكلت أنا هاد فهو بيأكل هون. بأكل القلعة. بيأكل بالقلعة. بأكل بالقلعة. فبزيد أنا عندي. طبعا أنا عندي قلعتين وفيل. هو عنده قلعتين وحصان. صح. صح. إذا أنا أكلت هون وهو أكل هون. أنا أكلت هون. هو أكل هون. ما استفدنا. إذا أنا أكلت هون هو أكل هون. أنا أكلت هون هو أكل هون. ما استفدنا. ضلينا نفس الشيء. بدنا نلاقي لعبة تانية. طيب إذا أنا هاد رحت لهون بيأكلني بالبيضة. ما بستفيد شيء. إذا أنا أكلت هون بيأكلني بالحصان. ما استفدت شيء. نشوف وين الذكاء أو الغباء. نشوف أكل بالقلعة. هلا هذا إذا أكلنا هيك بنكون نحن كسبنا قطعتين بقطعة واحدة. Let's try it. ممتاز. أوكي. إذا أنا ما خسرت ولا قطعة. الفيل تبعي ضل. أكلت حصان. لا خسرت قلعة. إذا أنا خسرت قلعة بس أكلت قلعة وحصان. هاي شغلة مهمة. لنشوف هلأ هون بـ 22 بلاك تو موف. هذا البلاك. أنا البلاك إذا نزلت لتحت لهون بده يضطر يطلع لفوق. طيب ليش ما بنزل بالقلعة؟ إذا نزلت بالقلعة هو مضطر يطلع لهون. أو مضطر يحمي حاله بالحصان. إذا حمى حاله بالحصان كنا ما استفدنا. نحن عنا هون فيل إذا بتتذكر. هذا الفيل ممكن نجيبه لهون لو بده يطلع بالقلعة من أوكي. إذا خليني نكشه بها. إيه غلط. غلط والله يا صديقي. نرجع بنشوفها. أوكي. طيب نحن هلا عنا ملك وقلعتين وعندي أنا فيلين. هذا الفيل ممكن يكشه. بده يفوت لجوا. باخذ القلعة لهون. ما في عنده طريقة غير انه يحميه بهي الطريقة. هاي هيك. اوكي صرنا حالين هلا 23 وحدة صح. من اصل 25. نشوف كمان هلا شو بدنا نعمل. عنا بيدق واحد عنده قلعة. عنا قلعة بس هو عنده ثلاث بيادق. إذا أكلت أنا هون بدي أحرك القلعة تبعي كش هون. قربت أنا هاي لهون. أوكي شو بيقدر يساوي؟ لأنه صار كش مات. إذا قربت هاد لهون عمليا هو كش مات لو شو ما سوى. هاي قربت لهون كش وهاي كش مات. أوكي هلأ صرنا حالين 24 بازل. تعال نشوف هاي القلعة فيها تكش هون. في عندي هون وزير وقلعة. إذا ضحيت بالقلعة تبعي طلع الملك لهون أو فات لجوه. ما بيقدر يفوت لجوه لأنه عندي الحصان. فبدي يأكل القلعة إجباري. هلأ أكل القلعة. إذا جيت الوزير لهون الملك ما بيقدر لا يروح لهون ولا لهون. ليش؟ لأنه في الحصان. فمضطر هو أنه يغطيني بس بالوزير. يضحي بالوزير. باكله بيموت الملك. إذا كش ملك وهلأ باكل كش مات. صرنا حالين 25 بازل. 25 بازل. هلأ في عنده قلعة ومبيت هو وعنده هلأ جاب الفيل لهون. بس عندي أنا هون شو؟ وزير. طيب إذا جبنا الوزير وضحينا فيه الملك إجباري بده يأكل. إذا طلعنا بالقلعة والوزير بده يغطي. أوكي إذا طلعنا بالقلعة والملك هون. الملك بيقدر يطلعنا هون.
ما استفدنا شيء، نستفيد بشيء أحسن. ما فينا نضحي بالآن، إذا طلعنا بهي حطيناها هون ما بيأثر عليه، يعني بيقدر يساوي اللي بده. الحل الوحيد إنه نضحي بالوزير، ما نضحي بالوزير، الملك بياكل، بنكشف القلعة، الملك بيطلع لفوق، بنقرب القلعة لهون، الملك ما بيقدر لا يجي لهون ولا يجي لهون. مات الملك، ليش؟ لأنه في عنا حصان. عمليا مات الملك، يلا كش ملك أكلني، كش ملك شفتوا قرب لهون. هلا إذا بما أنه في عندي فيل، إذا جبت القلعة لهون مات. أوكي، صرنا حاليا 26 وحدة. هلا نحن بدنا نلعب بلاك تو موف، الوزير تبعه جابه من هون لهون كأنه ضحى فيه. طلع عنا خيارين، الخيار الأول إنه ناكل بالوزير، طبعا هذا مسكر ما بيقدر يساوي شيء. إذا خليت وزيري هون، الملك تبعه أصلا ما بيقدر لا يروح لهون ولا بيقدر يروح لهون. هذا الخط كله مسكر عليه، هذا الخط كله مسكر عليه، وهذا البيدق ما بيتحرك. فأنا إذا أكلت بالملك مشان أخلي وزيري محله، فبتصير اللعبة تعادل. ليش؟ لأنه الملك تبعه ما بيقدر يروح لأي محل، ما في عنده ولا حركة، فأنا مضطر أكل بالوزير. هلأ نزل القلعة هو لتحت، قلعتين صار عنده هون، عم بيهدد يمكن الفيل تبعي هون. بس اللي صار أنه هو ترك حاله هون مكشوف. طيب إذا ترك حاله هون مكشوف، أنا بقدر أنزل بالقلعة كيش، نزل الفيل تبعه هون مشان يحمي الملك، باخد الفيل تبعي لهون، باخد الفيل تبعي لهون. اوكي لو شو ما ساوى هو مات. اوكي باكل الفيل هاد، باكل القلعة هاي، مات. اوكي طيب 28 بازل صرنا حالين، عندي قلعة، عندي وزير، وبعدين عندي فيل هون. إذا طلعت الوزير لهون بتاكل، إذا طلعت الوزير لهون بتاكل. هلا بقدر ضحي بهاد، إذا ضحيت بهاد هو مضطر ياكل بهاد. أنا نزلت قلت له كش ملك مات، نشوف أكلنا. هلا إذا أنا نزلت لهون مضطر هو يفوت لجوا، هاي فات لجوا. هلا أنا الحل الوحيد لحتى أقتله إنه يجي لهذا المربع، بس هو بيقدر يحميه بهاد، بيقدر يحميه بهاد، في عنده كتير محلات لا يحمي فيه. شو الحل التاني؟ عندي هاد بقدر أجيبه لهون. أوكي إذا طلعت لهون ضحيت بالوزير بياكل، لا بياكل بهاد، لا ما أنا صح، هأخذ هذا لهون. جاب هاد ليحمي هاي المنطقة، لاحظتوا؟ وبالتالي حمى هاي المنطقة، بس أنا فيني أكله بهاي الطريقة وبيأكله هيك، ما استفدنا شيء. طيب إذا أنا طلعت لفوق بيأكلني. أوكي إذا أنا أكلته إجا لهون، أكلت الوزير، أكل القلعة، أكلت القلعة، أكلت بالوزير، بيأكل بالوزير، باكل بالفيل، ما استفي شيء. ناكل بالفيل بصير الملك كش ملك مات مهدد، ياكل بالوزير غصبا عنه. إذن هاي الفيل باكل، أكل بالوزير، أكلت الوزير بالوزير، أكلت القلعة كش ملك ما مات، ولكن أنا وضعي أفضل. كش ملك مو مات بس أنا وضعي أفضل على الرقعة. أوكي أنا عندي وزير هون، وعندي حصان هون، وعندي فيل هون، فيل هيك. باب 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 باب. اوكي اذا هذا حطيناه هيك، اذا هذا حطيناه هيك، شو بده يصير؟ اوكي لحتى يموت هذا فيني انزل لهون، بس ما راح يموت لانه انا ما في شي حاميني. في عندي قلعة،
إذا حطيت القلعة هون هو ما بيقدر ياكل، ليش؟ لأنه أنا باكله هون. أنا هددت له الوزير بس بيقدر ياكلني بشو؟ بالحصان، ما استفدنا شي. إذا نزلنا بالأخ وزير لهون فهو مضطر إنه يفوت لهون على الأسود، أنا ما عندي شي يهدده بالأسود، شو بدنا نعمل لحتى نهدده بالأسود؟ أوكي طيب، عنا فيل هون، عنا حصان، عنا وزير هون، شو بدنا نعمل؟ هذا الحصان ما بيقدر يجي غير لهون، إذا إجا لهون صار فينا نيجي على هذا ونقتله ونقول له كش ملك مات. هات لنشوف. أكل بهاي، طيب أكل هاي، شو استفدنا إحنا لما أكل بهاي؟ أنا ما فيني أكله، بيفوت لجوا، هلا فيني أكل بالفيل، ما هي حركة بلا معنى، كش ملك، عم يكشلي الملك تبعي، أوكي، الحل الوحيد إنه أنا أحطه هذا هون. جاب القلعة مرة تانية، جينا لهون، لا بدي اكل بالوزير اجباري، وناكل هلأ هون. اوكي طيب، صرنا حاليا 30، وهذا انجاز لانه انا من فترة طويلة ما واصل لعند 30، انا موصل الرقم القياسي تبعي هو 37، بس من فترة شهرين ثلاثة صعبوا شوي الخوارزمية تبعهم، فبالتالي عم وصل على 25 26 27، هلا اليوم 30 which is good، منيح. قدم البيدق، ليش قدم البيدق؟ بده يطلع بوزير يعني. طيب انا فيني اكله بهي الطريقة بس هو بياكلني بهي الطريقة، هلا انا بانه في حصان هون ففيني اطلع لهون بس بياكلني بالقلعة. هلا بما انه الحصان هون فهدول البيتين مسكرين عن الملك، اذا اجيت انا بالوزير من هون لهون فهو ما عنده طريقة لحتى يكش هذا غير انه ينزل القلعة، اذا اكلت بالوزير انا هون فهو ديد، كش ملك، كش ملك مات. اوكي هلا 31، 31 في عنا نحنا الحصان مهدد هاد، وهاد ما في شي حاميه، هات ما في شي حامي، ما في شي حامي، ما في شي حامي. ليش هذا مستواها 31؟ ليش مستواها كل هالقد عالي؟ كش ملك مات، يعني مستواها حاطينه 1800، مفروض ما تكون عالية لأنه سهل إنك أنت تلاقي وين الكش. طيب هو عنده حصان وقلعة وبيدقين، أنا عندي بيدقين وقلعة بس. هلا اللي صاير انه الملك تبعه كتير قريب من البيدق تبعي، فانا اذا اكلت هو بياكل بالحصان بس هو هون، انا بطلع وزير وبكشه مباشرة. شو رأيكم؟ ناكل القلعة، هو بياكل بالحصان، انا بطلع وزير، بالتالي انا كان عندي قلعة صار عندي وزير، هو بطل عنده قرعة. نجرب ولا في طريقة تانية؟ ما بظن في طريقة تانية. الطريقة التانية انه نحنا ننزل هاي لهون، وبالتالي هو مضطر ياكل. اوكي بالقلعة، احنا لازم يبعد هذا الحصان عن وشنا، لانه هذا الحصان إذا إجا لهون، هذا الحصان إذا إجا لهون هذا ما بيقدر يمشي للآخر، بينما هذا إذا نزلنا لهون أوكي هذا الحل الوحيد إنه نحنا ما ناكل القلعة، نحنا ننزل لهون. إيش الله خسرنا. طيب على كل الأحوال إن المجموع اللي جبته 32، ومثل ما ملاحظين هذا الرقم 32 هو الأفضل إلي اليوم والأفضل إلي هذا الأسبوع، و يعني النمبر 8 بخلال
ثلاث سنين أو الأربع سنين اللي أنا مشترك فيها بchess.com. خلينا نشوف مع بعض هذا كيف حله. بنكبس نضغط على هاي فبيفتح لي البازل نفسه، بنقول له فرجينا play problem، فهو قرب هاي من هون. شو الهند تبعه؟ بده يقول لك انه هاي بدك تحركها وتقتل فيها القلعة. اذا اكلت القلعة هو قال لك انه انا الوضع بهي الطريقة. اوكي طيب، لما انا اكلت القلعة اذا هو ما اكلني، طيب شو ساوي analysis؟ اذا هو اكل البيضة انا اكلت القلعة، اذا هو راح لهون مشان يمنع الوزير فأنا بقدر أكله من هون، حتى لو أكلني هو من هون بس أنا طلعت بوزير، فبالتالي الحل اللي هو اقترحه هو الحل الصحيح. أوكي. نشوف البازل الثاني اللي خسرناها اللي هي هاي. البازل الثاني اللي خسرناها خليه يلعب. إذن هو نزل الوزير تبعه لهون، نحن بإمكانك، أنا اللي اقترحته أنه نلعب لهون طلعت غلط. نشوف هو شو الحل اللي هو مقترحه. الحل تبعه انه بالقلعة يقرب لهون. ليش هرب؟ هرب لانه ما بيقدر يستخدم الحصان، لانه انا باكله، لانه انا مهدده، فهو مضطر انه يهرب. هلا انا كمان ما فيني استخدم الفيل تبعي لانه هو بيقتلني من هون. انا الحل هلا انه يجي لهون، طلع بالقلعة. إذا طلع بالقلعة أنا باكل هذا هيك وبيكون كشمات يعني، لا بأس. أوكي طيب، وهاي السهلة ليش ما عرفنا نحلها؟ هاتوا لنشوف. هو الحركة كانت إنه عنا، هو عنده، أنا عندي فيل ووزير وهو عنده فيل ووزير. نشوف شو لعب. أكل هو شغلة هون، شو أكل؟ أكل البيضة وصار بإمكانه يطلع وزير تاني. نظريا أنا قلت لحالي بيجي لهون، راح هو لهون. أنا قلت لحالي إنه بناخد هذا لهون، قال أوكي. بعدين نيجي هذا لهون كش ملك مات. أنا اللي ساويته إذا بتتذكروا بالحل هو لعب هيك، أنا لعبت هذا هيك صح، هو اضطر إنه يروح لهون، أنا جبت هاي لهون صح، بس أنا كنت بافتراضي إنه آكل الوزير، إنه انزل، هو طبعاً لعب لهون، أنا افتراضي إنه انزل لهون، هو ما عنده غير إنه يروح لهون، يعني الحل الوحيد إنه يروح لهون، أنا كنت مفكر إنه فيني آكل الوزير، هو بيقدر يأكل الوزير وبالتالي صارت اللعبة تعادل، مشان هيك الكمبيوتر حط تعادل. بينما الحل الصح انه بعد ما انا كشيته راح هو لهون، فانا بكشه من هون، فهو ما عنده طريقة غير يروح لهون، فانا هاي كش ملك مات، وبالتالي هذا الحل الصحيح ونحن ما شفنا هذا الحل. اوكي شكرا، هذا كان حلقة الشطرنج تبعنا اليوم، بنشوفكم على خير ان شاء الله. هذا فراس، وشكرا لكم، شكرا لمتابعتكم للبازل رشت اليوم. Thank you. Bye.